أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين من دونه
ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك
على
يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصاعر خدك للناس ولا ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصر في مشيك واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمة
وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله
ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى تعملون خبير هو الحق وأن ما يدعون من
وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله وَيَعْلَمُ مَا فِي
حام أم يقولون افتراه
بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتيهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوي على العرش. ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع؟ أفلا تتذكرون؟ يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. صدق الله العظيم.